هكذا يتم بناء الجسور العملاقة. نعم عزيزي المشاهد، شاهد هذا المقطع للآخر، كيف يتم بناء الجسور العملاقة في الصين. شاهد عزيزي المتابع، سبحان الله، تقع الصين شرق آسيا، ولكن الصين أكثر تطورا في العالم. شاهد عزيزي المتابع كيف يتم نقل الصبات الكونكريتية من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. سبحان الله، إذا عجبك هذا المقطع لا تنسى المتابعة.